وللمزيد مشاهدينا بينضم إلينا الآن الأستاذ الكاتب الصحفي جمال رائف. أهلا بحضرتك في البداية. ويعني اليوم المرأة المصرية بتتمتع بحقيبة انتصارات غير مسبوقة في شتى المجالات شهدتها خلال عهد الرئيس السيسي، كيف ترى ذلك في ضوء كلمة سيادة الرئيس اليوم التي ألقاها قبل قليل وتوجيهاته للحكومة لدعم مكانة المرأة وحمايتها؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد المرأة المصرية بتعيش عصرها الذهبي بالفعل، وحصدت الكثير من المكاسب والمكتسبات في الحقيقة، لأنها يعني هي مكتسبات حق للمرأة ربما كانت غائبة في عقود ماضية، ولكن بعد عام 2014 استطاعت المرأة المصرية أن تحقق تمكين سياسي واقتصادي وحتى اجتماعي ورياضي. وجدنا المرأة المصرية موجودة سياسيا سواء على صعيد الشق التشريعي، يعني نسبة كبيرة جدا غير مسبوقة تمثلها المرأة في البرلمان، أيضا في الحكومة. على الصعيد الاقتصادي أصبحت أيضا البرامج الخاصة اقتصاديا بتمكين المرأة اقتصاديا والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأحياء الحرف اليدوية وغيرها من الأمور على أجندة القيادة السياسية المصرية. أيضا حتى التمكين الاجتماعي والاهتمام بدور المرأة اجتماعيا، وصولا إلى أن نجد بطلات مصريات أولمبيات بيرفعوا علم مصر في كافة المحافل الدولية. إذن المرأة المصرية بعد عام 2014 مكنت في كافة المحافل، واهتمام الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفال بالمرأة المصرية والاحتفاء بالمرأة المصرية، أعتقد أنه بيأكد هذا المعنى، أن الدولة المصرية بتعتمد على المرأة أيضا في الكثير من المهام المهمة. المرأة المصرية ارتكزت عليها الدولة وارتكزت عليها القيادة السياسية المصرية للتصدي للجماعة الإرهابية والتخلص من حكم الجماعة الإرهابية. أيضا في الإصلاحات الاقتصادية رأينا المرأة المصرية حاضرة، ونتذكر جميعا كيف كان يوجه السيد الرئيس خطابه للمرأة المصرية. إذا في كافة الأزمات المرأة المصرية حاضرة وبتثبت أنها بالفعل جديرة بهذه الثقة، وبتستطيع أن تحرك المجتمع وتحرك طبعا الأسرة. ويمكن هذا الاهتمام من القيادة السياسية المصرية يجب ربطه أيضا باهتمام السيد الرئيس بالأسرة المصرية. يعني منذ أيام قليلة كنا نتحدث عن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبالتأكيد المرأة هي عماد هذه الأسرة، ومن ثم هناك اهتمام أن تكون الجمهورية الجديدة جمهورية النواة الأولى فيها نواة صالحة وهي الأسرة المصرية، وطبعا في صدارة هذه الأسرة المرأة التي هي المحرك الأساسي لكافة أفرادها. أعتقد أن حديث السيد الرئيس اليوم يحفز المرأة المصرية يعني إيجاد المزيد من الأحلام والتطلعات، وأيضا يعني بيرد الكثير من مش عاوز أقول الجميل، ولكن بيظهر مدى يعني المجهود التي قامت به المرأة خلال الفترات الماضية للوقوف بجانب دولتها، خصوصا حينما نتحدث عن أمهات الشهداء يعني وما قدموه من تضحيات، لأنهم قدموا أبنائهم للتصدي للفكر المتطرف وللجماعة الإرهابية والحفاظ على استقرار الأمة. وبالتالي هنا بنجد مرأة مصرية دوما كانت حاضرة، وقيادة سياسية مصرية بتقدر هذا الجهد وهذا العمل الذي تقوم به الدولة المصرية. عشان كده وجدنا السيد الرئيس يتحدث ان انحيازه للمرأة المصرية ليس نابعا من فراغ، ولكن نابعا من هذا التقدير لهذا المجهود الذي تقوم به الدولة تقوم به المرأة المصرية. واعتقد كمان ان حتى خروج السيد الرئيس في كلمته لبعض النقاط الصغيرة، وهنا إشارة للمجتمع في قضايا التحرش، في قضايا الإيذاء البدني للمرأة، في كيفية التعامل بشكل يليق بكرامة المرأة في حتى الشارع. أعتقد أن هذه رسائل مهمة بيرسلها اليوم السيد الرئيس في الشارع المصري، لأن هذه النقاط ربما البسيطة بتصل المجتمع لاحترام المرأة أيضا في النقاط الأخرى، في قضايا أخرى الكبيرة زي زواج القاصرات وزي القضايا أيضا التي يعني نشهد أو بنشوف تصدي كبير جدا لها الآن من خلال الشق التشريعي. يمكن وجود المرأة الآن كمان في البرلمان بنسبة كبيرة مكنها من إخراج العديد من التشريعات لحماية حقوق المرأة، ومن ثم أعتقد أنها كانت كلمة أعطت للمرأة المصرية حقها، وأيضا استعرضت الدور المهم الذي قامت به الدولة المصرية الذي من خلاله استطاعت أن تمكن المرأة في عدة محافل سواء كانت سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. بنتحدث عن أول مستشار للأمن القومي المصري امرأة، نتحدث عن أول رئيس لمجلس حقوق الإنسان المصري امرأة، بنتحدث عن أول محافظة سيدة في تاريخ الدولة المصرية أيضا امرأة،
بعد عام 2014 ايضا في النيابه العامه وفي النيابه الاداريه وايضا على منصات القضاء صحيح. والمحكمه الدستوريه. اذا المراه الان اصبحت بالفعل نصف المجتمع، ليس هذا من منطلق شعارات ولكنه اصبح واقعا ملموسا على ارض الواقع. صحيح. سياده الرئيس ايضا اكد ان المراه المصريه كانت وما زالت دعما وظهيرا لهذا الوطن، وشدد ايضا على انها كانت مسؤوله وصانعه للاحداث، وما زالت الدوله بتعول الكثير على ذلك الدور في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه الحاليه. كيف ترى ملامح هذا الدور الرائد والمتوقع من المراه خلال الفتره القادمه؟ يمكن دائما بنجد القياده السياسيه المصريه بترتكز على المراه المصريه كحائط صد لكافه المخاطر التي حتى تهدد الوعي الجمعي في الداخل المصري، وهذا حدث في مجابهه الفكر المتطرف، حدث في الاصلاحات الاقتصاديه، والان السيد الرئيس يؤكد ثقته في المراه المصريه كونها محرك للمجتمع في التصدي ايضا لمخاطر الازمات العالميه خاصه على الشق الاقتصادي. واعتقد ان هذا التعويل من القياده السياسيه المصريه على دور المراه هو نابع من نجاحات المراه المصريه في الازمات السابقه، وبالتالي اعتقد ان سوف ايضا يكون للمراه المصريه خلال هذه الازمه دور بارز ومهم جدا، لانها تستطيع ان يعني تزن الامور داخل الاسره المصريه سواء في ترشيد النفقات، في يعني ايضا ترشيد المصروفات وغيرها من الامور، وايضا ايجاد وعي عام بطبيعه المرحله وكيفيه التعامل مع المرحله. ومن ثم اعتقد ان هذا التعويل نابع كما قلت من نجاحات، والسيد الرئيس دوما بنجده يرتكز على المراه للتصدي للكثير من المخاطر، والمراه دائما بتكون في اولى الصفوف مدافعه عن دولتها وتستطيع ان يعني تصون اسرتها، وبصون الاسره بينطبع هذا بالتاكيد على المجتمع، والمجتمع بيحدث فيه نوع من انواع ايقاد الوعي. نحن في قضيه تحتاج الى الوعي كما انها تحتاج الى يعني اجراءات من الدوله، كما اوضح السيد الرئيس اليوم وارسل رسائل طمانه كانت في غايه الاهميه ان الدوله لديها مخزونات استراتيجيه من كافه السلع ولا يوجد اي مشاكل، واعتقد ان الرسائل كانت في غايه الاهميه ومطمئنه للجميع. ولكن ايضا الدور المجتمعي، وهنا الدور المجتمعي اعتقد المحرك الاول فيه هو المراه المصريه والسيده المصريه، عشان كده بنجد ان السيد الرئيس بتكون رسالته الاولى موجهه للمراه المصريه. نعم صحيح، يعني وضحت الصوره الاستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك.